تستمر البضائع التالفة ومنتهية الصلاحية بالقدوم من إيران بشكل يومي تقريباً إلى العراق، فعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول عراقيون مقطعاً يظهر إتلاف قرابة 50 طناً من البيض الفاسد والمصدر بطريقة غير قانونية من إيران، حيث بعدما قررت الحكومة في العراق منع استيراد البيض من الخارج بحجة إتاحة الفرصة لإنعاش الإنتاج المحلي، قامت جهات مجهولة بتصدير بيض إيراني ووضع علامة إنتاج محلي عراقي البيض الفاسد، كشفت عنه وأتلفت صحة محافظة كربلاء وقامت بإتلافه. دعونا نتابع. طبعا اليوم دائرة صحة كربلاء أو الرقابة الصحية في كربلاء أو المختبر يعني مسكوا بضاعة يعني قادمة من دولة إيران الجارة، هاي البضاعة يعني مادة البيض تقدر 50 طن، ما يقابل من عمر مالها 40 مليون، يعني تقدر ب 40 مليون أو 50 مليون المبلغ مالتها، لكن هاي البضاعة فاسدة حقيقة، هاي 50 طن، المصدر إيراني كان يعني المشى إيراني، بالمقابل التاجر اللي يستوردها يعني مكتوب عليها يعني عراقي او يعني لاصق او بوست محلي، يعني اللي يشوفه يقول عراقيه البضاعه لكن هي ايرانيه المنشا، يعني هنا وصل الغش، وهذا تاجر او صاحب البضاعه راح يكون وياي وهو متعاون حقيقه واداره صحه كربلاء يعني من اجل اتلاف هاي البضاعه حتى ما تضر المجتمع وتضر المواطن. كلمه لك. والله احنا البضاعه ما ادري بها هي ايرانيه طلعت، بس هي كانت على اساس عراق يعني اشتريناها، القيمه مال المبلغ مالها 50 مليون، ضرر علينا كبير كلش كبير، بس احنا ان شاء الله الله يعوض، بس احنا ما نريد نضر المحافظه يعني والمواطنين مال المحافظه مالتنا، ما نضرهم وخلي تعاوننا وين.